በሚለው ቦታ ላይ ዒባዳን ተከለመን الدعاء هو العبادة دعاء عبادة سلوانا الله بتام كلم من كونه ميكوت يا ادمج بتام سچكچك كونه ميكوت الله يصاف لنا رزق لما تاغني يا جبرت برك ورزق صبر بتالغ نور الله سبحانه وتعالى بحلال من غير يامط الله بمستر ميدرك دعانا تشو بميدرك دعاء محل يا سبا اطف الله الى الاستجابه الله زي. الحمد لله ما خاب من دعاه ولا ندم من سأله ورجاه لا إله إلا هو يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ولا إله إلا هو يكشف الكربة عمن ناجاه لا إله إلا هو يسمع تضرع المظلوم وشكواه لا إله إلا هو لا يخفى عليه نداء المنكوب إذا ناداه أو من تحركت بالدعاء شفتاه والصلاة والسلام على صفوة المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا قومي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته زاري الله سبحانه وتعالى مجد أمك هنا ادعوني استجب لكم لمن اقبلاتو حلونا بميلو راس زريا ان تنطنالن سلا دعاء يهنال الله سلم لمن 6 نطبوچن لمداسس نمكرالن اولا فضل الدعاء يدعى درجه فضل من دنو ثانيا انواع الدعاء دعاء تلايو اينتوچ حلو انما ناتشو ثالثا سستنيو اداب الدعاء دعاء راس يهن سرات أدب اللو النزان نمان ناتشو رابعا أردتني أوقات وأحوال يستجاب فيها الدعاء الله سبحانه وتعالى كليلة وساعت يتشال كليلة هنيتا يتشال دعا ميكبلاتشو تجباتو تشالو النزان نمان ناتشو خامسا أمستني لماذا لا يستجب الله دعاءنا الله لمن ستحتشو هلو يالا لمن دعا تشنس كزاري تكبين نتياتو سادسا سدستنيا نمازج من استجاب الله دعاءهم كتارك عمد الله سبحانه وتعالى دعاء تشون يتقبلات تشون سوج عند موديل النت اننا نسالن بدايه نحب ان اسال بمجمرى طياقه بما قربنا برنامجنا من كفتو هل هناك احد ليس عنده مشاكل شجر يغطمو كما حالاتين يلم اندي شجر يغطمو دعاء لاسفلغو اندي او هل هناك احد ليس عنده امل يسعى لتحقيقها مهلاتين يلم اندي يهن غيب علاما نوروت لما سكات ميطرو يلم اندي مولتنال وهل هناك احد لم يرتكب ذنبا ولا يخاف ان يؤاخذه الله عز وجل على هذا الذنب مهلاتين وانجل سرتو بزا وانجلو الله يزنيال بلو ميفرا مهلاتين يلم اندي هل هناك احد ليس له هم وغم يريد ان يكشف الله عنه كما حالاتين جنقت بصوت يتجانو يلم اندي الله ين جنقت ليغفلت ميفلق مولتنال هل هناك احد يستطيع ان يستغني عن ربه جل وعلا ما حالاتين كالله ميبقى قال اندي كالله صغا شروط ارداتا لا والف لا يلم والله كلاتنم ذو حاجه بل بزو حاجة وشنان حقيقة وكلنا فقراء ولاتشنم دها وشنان كالله كجينن دعاء يسفل لغنال الله سبحانه وتعالى قرآن لي دكا ما دها موناتشن سيتكمن يقول مولا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا ايها الناس ان انت سوچ هي انتم الفقراء الى الله ان انت ود الله بكل دهوش كدايوش ناتشو والله هو الغني الحميد الله
السونو تبقى كنا مسجنو هلاتشن كالله كجينن هلاتشن بالحجانن الله اسفل لقنال دعاء مساريا تشليهن الجبال. يقول عز وجل في حديث القدسي الله سبحانه وتعالى حديث القدسي لي باروتشون بتدقاقام يا عبادي يا ليت أرات شوال كالسوك الجين لهن يستوسات شوال. يقول يا عبادي إن أنت باروتشي كلكم ضال إلا من هديت هلاتشهم يتأمماتشوناتشو مسمريساتاتشوناتشو أني كمروت بستكر فاستهدوني أهديكم مرهم بلوين كناتشو من قرتكو من بلوين أمراتشو حلو إلى النال. سبحان الله نبياتشن كوان هداني تأيكو نبرك الله دعاتشو لمن إلالو اللهم إني أسألك الهدى قيت يا الله نكناتشان تأيك حلو والتقى تنكوكنة والعفاف والغنى عفاف كتبنة والغنى مبكاكاتن لمن حلو هدايات فلقمون دمي اجهنو دع الله انسى. اللهم اسكتلو من علي يا عبادي باروتش كلكم عار الا من كسوتو اني كالبسكتوس وجه هلاتشهم باروتش راكتوشناتشو فاستكسوني اكسوكم البسا بلوين البساتشو هلو يسولج لبسون انكوا بكو تترسر مارغي تشلم الله كالبسوج يا عبادي اسكتلو اللهم تنقره كلكم جائع الا من اطعمته باروتش اني كما جبكتوج هلاتشوم رهبتون يشناتشو فاستطعموني اطعمكم مجبي بلون مجباتشو هلو الله كما جبوهوج هلوم رهبتن يانو رزق هني عزبه كزي انت يعني دها رهبتن يانا. الله سبحانه وتعالى يا نبي الله ابراهيم النجر قران لي من سلنا يستوسو والذي هو يطعمني ويسقين نبي الله ابراهيم من قالوا الله كو سنو يا امي مجبينا ميتطاني الله سبحان الله هلاچن رهبتنيوشن الله كما جبوج الله اسكتلونم تطار يا عبادي ان انت باروتشي انكم تخطئون بالليل والنهار ان انتكو بكنم بلليتم تمس الله وانجل تسر الله وانا اغفر الذنوب جميعا اني وانجل لندال مرالو فاستغفروني ما ريبلوني لمن دعرقو اغفر لكم مراتشو زنديل على الله سبحانه وتعالى كذا ما سكتلو من على يا عبادي ان انت باروتشي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد እናንተኮ የመጀመሪያዎቻችሁም ከአባታችን አደም ጀምሮ ወአኺረኩም እስከ መጨረሻው ትውልድ የቂያማ ቀን እስኪቆም ያለው ትውልድ ወኢንሰኩም ወጅነኩም ሰውም ይሁን ጅኑ ፈስቃሙ ፊ ሰዒድን ዋሂድ ከአንድ አደባባይ ላይ ቆመው ፈሰአሉኒ ቢጠይቁኝ ይህን አርግልን ይህን አርግልኝ ቢሉኝ ፈአዕጠይቱ ኩለ ዋሂድን ምንሁም መስአለተ እያንዳንዱን የሚፈልገውን ሓጃ ባደርግለት አንዱ ቤት ይለምናል አንዱ ንብረት አንዱ ውበት አንዱ ጤንነት ሁሉም ሐጅ አለው ጅኑም የሰውም ሆነ ተሰብስቦ ቢጠይቀኝ ለያንዳንዱ የሚፈልገውን ብሰጠው ማናከሰ ذلك من ملكي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر كني سلطان كني غزات كني ንብረት ሚቀንሰው የለም ምናልባት መርፌ ውቃኖስ ገብታ አስተውታ አካሉ አለብሳ ምትወጣው ኋለ ይዛን ያህል እንኳን አይቀንስብኝም سبحان الغني الحميد يا الله الله غني يتبقى ጌታ ነው ለነለምነው ይገባል ሰውም ጅኑም አንድ አደባባይ ላይ ተሰብስቦ ከአባታችን አደም ጀምሮ እስከ መልካም ያለው ቢጠይቀው الله سبحانه وتعالى አንዱ ድምጽ ከአንዱ ጋር ቢዚ ሳያደርገው ይሁሉንም ቃል ይሰማል فسبحان لا يشغله سمع عن سمع عند دمس كان دمس بيزي هدرقوم يانتني سمال يزاني سمال كعوالي سوست ملين هزب حاج اللي تسبسوه دعاء سيدر إيان دان دون دعاء الله سمال يقبلال سبحان الله سزينيا كجيوشنا ندعاء الله إجاج لنا نسي قبال لزانو شاعر من على أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسكين في مجموع حالاتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات والفقر لي وصف لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي أني دكامو ودع الله كجايو الله دمو يتبقاك أو قيتاونو إلى الشاعر الإسلامي كلاتشن كجايوشنا
لدعاء النساء. إذن يا مجمرة وكفل من دنو فضل الدعاء دعاء الله أن ملمن يالون درجعنا يالن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي من يالو الدعاء هو العبادة دعاء الصنع عبادة مالت دعاء عبادة نو. ثم قرأ هذه الآية كذا ما سكتلو تشني الله سبحانه وتعالى أنكس عن ببو وقال ربكم إن أنت جيتا إلى جهال ادعوني لمنون أستجب لكم اكبلت جهالو. إن الذين يستكبرون عن عبادتي نزانين كما لمن إن كما جزات مكرارت سيدخلون جهنم داخرين جهنم جهنم يتوردوا سيهونوا يقبلوا على سورة الغافر لي بتعم من يعجبوا زيشان كسلي. إن الذين يستكبرون عن الدعاء نبر ميهونو عن عبادتي دعاء بميلو بوثالي عبادة انتك لمن الدعاء هو العبادة دعاء عبادة سلوهنا أنت من على الصلاة السجد بارنتي الله بارنت لا يسمى جلال زكاة الصدقة استدرج جن دعاء جنس التانسة يبارنت سميت وستيت يسمعن لما كجاي مهنا وستين سبارك لزانو الدعاء هو العبادة عبادة عبادة أين تامالت دعاء إلى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول أحد السلف عند تلك سلف من إلى الله الدعاء سلاح المؤمن دعاء يمؤمن مصرعنه وعماد الدين يدين مسصنه ونور السماوات والأرضين يسمعهم يمريت برهن دعاء صلاة الجين عن ستة الله من مسن متفلقون قدي لا الله ما قرب نبي صلى الله عليه وسلم من يلا بل حديثات شولي أفضل العبادة بلاج عبادة مالت الدعاء دعاء إلى دعاء تلك عبادة نو مسلمو تشاون زنقتنو علنو بل إلى حديثات شولي نبيات صلى الله عليه وسلم من يلا لو لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر قضاء الله والسنة بهن الساني وأنت لي تسأف بهن والساني أمي ملس يلم دعاء بهن انجي هدون ما يكشفوا ولا يزيد في العمر إلا البر إدمين دقمو ميج أمر يلم ملك عم سرى بهن انجي لسوش ملك عم بمور. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عند قطري ودى نبيات صلى الله عليه وسلم مت أنا تأيك أتشو يا رسول الله أنت الله ملك تنيال أتشو أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه يا الله ملك تنيا ينيا جيتا الله روكنا وجوهن النترو ويسكربنا فنناجي نمساترو على جو. فنزل الجواب من فوق سبع السماوات من قبل الخالق جل وعلا ملسو كسبات سماء بلاي ملسة لك لزيسو قرآن الله سبحانه وتعالى أورد وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني أنت محمد باروچي سلاني قربنا وجيتاچنا رقنا بلو يتأيقو غزي فإنتني قريب إني قربني أجيب دعوة الداعي إذا دعان يتتعرين تري قبل اللو بتري غزي نقرقن فليستجيبوا لي لني الشيبلو لا قرب كلاتو تري قبلو وليؤمنوا بي بني ميمنو لعلهم يرشدون كنا تشون غدانا لمرو يكجل علينا على الله سبحانه وتعالى يتشانكس بزو معنا يزالة تشيل العلماء وش. الله سبحانه وتعالى مجمر يالو وإذا سألك عبادي عني عبادين يعني بارو تشي سلاني بات أي أوزين جي مؤمنو تشو صالحو تشو علان وانجلن يامي هون الله هني أمسان أمي هون دقم سيهون عبادي سلاني كات أيك أنيك ربنين على الله سبحانه وتعالى. ليلا سكتلوا من ألا ثم لم يقول دعوة المؤمنين أو المحسنين بل قال الداعي أجيب دعوة الداعي يلماني لمناني ألنجي يمؤمنوك لمن على ألم هلنا الله سبحانه وتعالى كاتتو إذا دعا بلمني قزي لما لما لان تيتغوينو مالتنو الله يكبل جنو. ثم كل الآيات الأخرى التي فيها ويسألونك يرادفها كلمة قل إلا هذه الآية بدأ ما عجبه نبي صلى الله عليه وسلم قرآن لي يتلا يطياك وشن
ተጠይቀዋል ወይስአሉነከ ይስአሉነከ ይተባሉ ለያንዳንዱ ጥያቄ ግን እዛው መልስ እንዲሰጣው ያዛቸዋል በላቸው ይላል مثلاً ويسألونك عن المحيض سلا ور أبابا يطيقها قول بلا بلاتشو زو ملسي ستاتشوال ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه سلا تكلك لور بزات أرنت سلا ما درق يطيقها قول بلا بلاتشو ويسألونك عن الخمر والميسير سلا تنقل النانا سلا دقمت يطيقها قول بلا بلاتشو قول إيالنا الله زو ملسي ستاتشو إلى الله نقرقن الله قربنا ويسرقنا ملتياك اسمتا الله مهلي نبينا الكتتم قل ما للم فإني قريب أني قربنا يالا وإذا سألك عبادي عني سلني بارو تشكت أيكوه فإني قريب أني قربنا أجيب دعوة الداعي إذا دعان يلمن يلمنا اكبل علو بلمن يقلي سبحان المجيب ومن أسمائه الله الحسنى كالله سبحانه وتعالى ملكم سمو جست عندو مجيب نو تقباي الشباي معناتنو مجيب لميلو قال علماؤچ ሁለት ትላልቅ ትርጉም ሰጥተውታል اولا مجيب معنات وقال ربكم ادعوني استجب لكم اتقبلاتكم عندو يا الله سمدن مجيب نو تقباي معناتنو معناو من معناتنو مجيب معنات اندنيا الذي يقابل مساله السائلين بالاجابه والعطاء يلمان يلمنا እሺ በማለት የሚያስተናግድ ማለት ነው ተለምነዋል ይሰጣል ይሄ ሙጂብ ነው እሺ ባይ ማለት ነው ሁለተኛው ለማዕነ الثاني اجمل ሁለተኛው ትርጓሜ ግን የበለጠ ጣፋጭ ነው يقول المجيب هو الذي يقذف في قلوب الداعين والسنتهم الدعاء مجيب ማለት በለማኞች አንደበት ላይ ዱዓን የሚያስተውሳቸው ማለት ነው قلبه ላይ ዱዓን ብታደርግ የሚያፈስብ የሚያስተውስ ጌታ ማለት ነው مجيب سبحان المجيب الله اكبر انت دعاء انت تدرغوا الله يكسكسحال استوس الجين استتحلق سله مجيب مالت معناه هنا سي الله دعاء نادر يقبلنا بلا شك ان شاء الله ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب يقول عمر الفاروق طلقوا صحابه عمر من يلالو انا لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء انيكو الله سبحانه وتعالى دعاني يقبلنيال ويسا يقبلني مميل چنقت يزوني ياقم امياس چنقني دعانا الله اندي استاوسي بتشانو فمتى الحمت الدعاء عرفت ان الاجابه معه الله سبحانه وتعالى دعان دادرك كاستاوسني اجابه اشي مبالو مكبلو عبرو اندال رغطنيا نني يلالو سيدنا عمر مجيبنا كاستاوسني يقبلنيا رغطنيا نني يقول أحد الصالحين عند دقسوا من له لأنا أشد خشية من أن أحرم الدعاء من خشيتي أن أحرم الإجابة يعني كفرهتي بتأم من جمره الله سبحانه وتعالى دعاين يكبرني لا يكبرني من لولا دلم يبلت أم فرو الله دعاء حرام من ده در قبينه وزوجة شنو دعاء حرام مبنى اجاتشن كالانا سام زوج زي هنونال يقول فالمجيب لو انطق لساني بالدعاء عرفت ان الاجابه معه مجيب الله سبحانه وتعالى ملاسين بدعاء تناغرت عندما يقبلني رغطانيا ني بتام يمسفراي نجر دعاين الله يقبلني لا يقبلني ميلو سايحون دعانا الله حرام يا رغبني لا يدرغبني منو سبحان الله ولذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبيات من إلى اللو من فتح له باب الدعاء فتح له أبواب الرحمة يدعى بر يتكفت اللتسو دعاء اندادر قال له وفك أوسو يرحمة بر يأزنة بر تكففت اللتالي بالا لآلو نبيات صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وحسنه الباني إذن أنت الله سبحانه وتعالى دعاء اندادر ملاسا كان نقره اتطراطر الله سبحانه وتعالى دعاني قبلوال ان ربي قريب مجيب قالوا يعني جيت الله قربنا دعان تقبلنا سبحانه وتعالى اذا هلاچن بالا بزو حاجانا قماشو لجي يفلقال قماشو دنيا يفلقال قماشو ايمان يفلقال ايمانو دي تنكرلت قماشو طيننت بالا بزو حاجانا يا من انتم حرمتم من الاولاد سكن انت لجاء الله سبحانه وتعالى كلكلاچو هل قرأتم باب السماء منو الدنيا سبب اموالاچو منو بزو هسبيتالوچن گوميتاچوحل بزو دكتوروچن اماكراچوحل يا الله امبر رساچوتسا
الله يسببوك لا مسبب سببوك لم يقراني الله يالا وده سببوك منه بتأمات الكراتش. حرم سيدنا زكريا الولد وكانت مرأته عاقرا لا تليد. نبي الله زكريا لجع الله سبحانه وتعالى كلكلاتشو بالبيتوم بأدمي قفاتشنا مهان نبرج. وعندما كبر سنه ووهن عظمه وشاب رأسه. نبي الله زكريا دمياتشو سيقفا صقراتشو سيشبت أكالاتشو سيدكم حزنا أن لا يكون له ولد يريث النبوة والرسالة والدعوة إلى الله وهداية الناس يسو اللجوتشن ودكة تنيا من قد ميماراتشو يسو النبي إن التكتلو لسوج كناتشان ميام ملاكة لج على ما نراس الزناتشو كزام الله سبحانه وتعالى جاتشو نانستو لمنو ربي جيتاي لا تذرني فردا بتشن يادر قاتوين وأنت خير الوارثين أنت كوراشو تشو اللي تشالكن هنا الله عندي بلي سماين بران كوكو الله قل ملسو ناس كتلو عمد الله تشو فاستجبنا له الشالو اتشفاوة فأترتيب والتعقيب وديهون الشالو دعاون صلاة تكبلو وهو هبنا له يحيى يحيى مبالج سدنو سبحان الله وأصلحنا له زوجه بالبيتنم استكاكل للت ساتشو لجنو دعا درقو الله المجيب جمراتشو ليلة مستوتا بالبيتنم استكاكل للت لال الله سبحانه وتعالى لجكل الله لمنو يستحل بزمناتشن إهني نبي الله زكريان تاريك يدقمج إهن ده تمسالي توسدا هيوتو عنا يلوت اتسيت تاريك اندهن نببال عند السيت بأرمي وقفتال لج ሁለት ባላ ግብታ ፈታለች ልጅ መውለድ አልቻለችም ዳከመች ያልዘየረችው ያልዳሰሰችው ቦታ የለም አልተሳካላትም ከዛም ሶስተኛ ባላ ገባች አጋጣሚ ሆስፒታል ላስተመረመር እሷንም ቤተ ዘመዶቿንም ያስደነገጠ ዜና ተነገራት እቺ ሴት አርግዛ ነበር ስብሐንአላህ ቤተ ዘመድ ተሰበሰበና እንዴት ልታረግጅ ቻለሽ ብላ ተሰብስቦ ጠየቋት فقالت للجميع بصوت عالي كف على دمس لبيت زمودوش من عليك إن النافع والضار هو الله ميتك من ميقودام الله سبحانه وتعالى بتشانو وإنني والله لا أعلم علاجا إلا تلك الدعوات الذي رفعت بها أكف إلى السماء والله إني إكمنا ألاكم كنزي دعا وتشوج الجنان ستشي سماين بريان كوكو باتشو وقرأت باب السماء وناديت بنداء زكريا زكريا نبي الله زكريا اللهم بلمنوت دعاني ما الله لمنكوت وقلت بيالك ربي هب لي جيتاي ستين لقسين من لدنك ذرية طيبة أنت زندي هنا ترون زر لقسين يالكوت إنك سميع الدعاء أنت دعانك قدامك تكبينا ربي لا تذرني فردا قيتي بتشينا التسكرين وأنت خير الوارثين كوراشو تشلو أنت بلاج أن الكد اندي بي يا الله أن لم يونو نهي كستتي تكستو عليك تقول وتذكرت أن الإجابة جاءت بقول الله جل وعلا لنبي الله زكريا هندعا سيادرقو ملسو بزيما لكن دمت الله تشور قد أن يحونك فنادته الملائكة نبي الله زكريا قموا يسجدوا ياله وهو قائم يصلي في المحراب محرابات جوس قموا يسجدوا ياله ملائكه تتأرت بالسرات يزو ان الله يبشرك بيحيى يحيى بمبالج الله يبشرك يحيى الله لنات الابات سمي ما وطات الدلال ستم راسه سمون اوطته نو لجي رقصاتشو لنبي الله زكريا يحيى مبال لم نجعل له من قبل سميا يحيى مبال سم بني اسرائيلوش التسطاتشو نبر يحيى عدي السم نبر هيوت سبحان الله مصدقا بكلمة من الله بالله قال اونة مل وسيدا اين تيهونا وحسورا ونبيا من الصالحين كنبيوش كدقاق صالحوش هنا لج الله سبحانه وتعالى ابسروت اندسد اور قد ان يوم كنا ودى الله تمسنك وكل هذا ان زكريا قد بلغ من الكبر عتيا وامرأته عاقر لزكريا الله يحيى ببالي سيساته بدمي قفتو ارجتو مفسروتو اندميلوت نبي الله زكريا ماتو حياء امتاتشو نبه ባለቤቷቸው ደግሞ 98 ዓመቷ አሁን ልጅ ተበቃል በ98 ዓመት ነገር ግን ነብዩላህ ዘከሪያ አላህን በእውነት ለመኑት አላህ ሰጣቸው
بزي دميوا لجنة تسطات أوك وأيقنت بالإجابة الله شند ميلن يرقط أن يهونك وعلمت أن الله يهاب لمن يشاء ذكورا ويحب لمن يشاء إناثا ويجعل من يشاء عقيما الله لفلقوا عند لجوتشن لفلقوا سيتوتشن لا لفلقوا دم مهاني درقال الشند ميلن يرقط أن يهونك الله سبحانه وتعالى إيه ولا لجبك أو ألج سبحان الله الله تقبلت الروان أنت لجل بوزوك زيادة تدار مسرطة بيتهن مياموك لجادة من نو يسمعين بررسه الله لما لمن لمن ودو حلالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشين سيداتشين حديث ليمن إلى اللو إن ربكم تبارك وتعالى إن أنت قيت اللهكو حي كريم جيك يلون تعلو شرنو إلى اللو يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما سفرا خائبتين باريو ولتجو تشونانستو لمنوت بعدو جل ملسو حيا يلونتاي زوال شرقي تاني الله تشوه إلى اللو نبي صلى الله عليه وسلم نعم الله سبحانه وتعالى اجات تشونانستان كلمنو أي ملسو لجات تهل يسمى ينبر كف كف يا من أنتم على الأسرة البيضاء يا انانت نچو يهوسبيتال الغاري تغادماچوت ببشيتا متسقايوت منو يسماين بررساچو يالو سوداچوت حكيم يالو سوداچوت كنينا يالو سوداچوت حكمنا يالغوبنياچوت حكيم هوسبيتال يلم طيننتاچو التغنيم نعم ودزا مهدو سبب نو مكيات ادرساچوال گن يسببن هولا قطاي الله اني ترساچوت عند تلك عالم بزمناچين الله سبحانه وتعالى بدعاو كبشتا سلادانو سو تاريكي قلسو لنال عندي لالو يعيشا صولات مكاوست السقج جندا جرسك مكاوست كاميقا عند مسجدوست عند سو بتعمي هلق سنبر وكان يبكي بكاء شديدا كباد لقصو مسجدوست انفكا فكال ولفت أنظار الجميع يبزوهان تكرت سابة ونو ميالك سبلو صولات مسجدا جرسا سنام صولات سقج جندا جرسك ورزا سوية أكنو فما زال في بكائي لقصوا ليقن على قوم من البر فسألتها عن سبب بكائي لم نمت لك تسكي هتشوتين يا ركوت سو ولا وطوك هذا وهلا يسو تاريكو ديس الجمر اللي كتو السنة عمت بفيت عند كبار رقاقة تمي من قر لي بزامي تنسى أكالاتي شباه وانا ندال لشباهوك بيتي لبزو عمت هتك أمتكو ولم أترك طبيبا ولا مستشفى ولا علاجا ولا دواء إلا طرقت بابه في المملكة وفي خارجها مدهانيتي تبالة دكتوري تبالة هوسبيتالي تبالة مدهانيت على لبت كتبالة ولا هلوم بوتا هجالو كمكة على في موت اتشي ليلا وجه أقرو جسك من نوس الجالو للشالن يالشالم فكلما ذهبت إلى طبيب كل مودة دكتور بهرك كتر قال لي بأن حالتك ميؤوس منها يانت نقر تصفات كوراجنو أي الشاله ميلو ينبرا فيقول إيسو من على فقدت الأمل من الناس كسو زندي اللي ينتصفى متتبلو عليك ولكن بقي الأمل متعلقا برب الناس سبحانه وتعالى نقر ينتصفاي بسو لجوش قيتالي تنتلتلو كرة الله اندم يادن ينجتن يعوك دعاء بيتي كتبية أكالات الشباهون وال تكن بيتي دعاء درق نبر يقول أراد الله أن يكون لذلك سببا إهن دعاء لك الله تكبرون يان دن أنددن سبب الله هم تشلي يقول جلست في المجلس الذي أجلس فيه متمددا كلهم قروتشن زرقتشي مكمت بتاند كفلا اللي بيت سبوتشي تنتي يعبروين يالوت كعادة عند لمادي وكان عندي أحد الأطفال الصغار الذي يهب ويلعب في الغرفة أنا كان لو بتكلاسوست متشاوت لجال لتنشو لجي كأيك قرأي تراوت يتشاوت هل يقول أدخل علي أهل بيتي القهوة والشاي في سنية بتسبوتشي تربي زالام تتو شاي نابو الناس كمت أول لنوتو فإذا بطفل يهب ويتقدم إليه فحركها إيه سأل جي يتجاوت هدو تربي زالي تكمتو الشاي نابونا انكسان كسو فسوكبت علي تدفع بتي تكوس شاي فقمت من مكاني فزعا خائفا دنج جي كتكمت كبت شبانة نرستو هي سو قمو تنسا ومشيت أربع خطوات أراد ترمج جوش ترمركو ودخل علي أهل البيت بيتسبو جتن دردرو سيقمو فلما رأوني قائما جلسوا يبكون كمي سعوين قد جبلوا من فكفك جمروا ولا أدري هل كان فرحا على ممشاي
أما على ذلك الطفل الذي سكب عليه هذا الحرب يهتكس شيء بتدفع بثلج يهون ميلك صوت أن يقوم بمرة مريد استهون على وكم بتشالك صنبر الله سبحانه وتعالى لمن ينسمي اقري شباه كنبر ربت منك فاكس جمرا الله دعائي تقبلني إيه يا الله سقات الزبلينو أهم مسجد استمي سمي سكسك وعلا سبحان الله الله يجيب تمهل لكمهل كسببه الله كمكياتوش الله كمتوصل يا مجمع رياو الدعاء يسمعين بربان كواتنو الله أن يدنا مما سنو. جاء في رواية أن سعيد بن الأنبسة سعيد بن عنبسة واستلع لفوزق علي قال بينما رجل يعبث بالحصى عند سو عندي بات أطريتج أوتي يالا إذا رجعت حصاة فدخلت في أذني إتشت أطر تملستشنا جرو استقبات شبت فبقيت مدة من الزمن وهي تؤلمه إيام متشو للزمنات جرو سكويج تام تسك أيو نبرا ذات يوم وبينما هو جالس إذ سمع رجلا يقرأ عندي كتشبلو يعلم من قدار عند سو قرآن سي سما سما سيكرا سماو يسو يسو من إلى القرآن لي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء كأن أنت مالكتنا ويس يهك جنكتاتشو مضطر ونسو تجنكو دعا سيادرق أمي سماو الله ويكشف السوء مدفون نقر كبلاتشو ميقفترو يبلتال ويس أمي لو رانكس سي سما يسو من آل فقال ذلك الرجل يا ربي أنت المجيب وأنا المضطر قيتاي أنت نهدو عام تكبلو يتجنك كتم منيني فاكشف ما بمنضر يعلبن ينشنك تقفف اللين يا ربي أنت المجيب وأنا المضطر فاكشف ما بمنضر كان إلي يعلنشقر قفف اللين قلوا إيه سيونة ودع الله تمسنا يقول إيه سو إن كستي تملكة سو من إلال فنزلت الحصاة من أذنه كجورو ويتشت أطرية تنكبال لتشبتاش نزلت الحصاة في الحال إن دعية درقة تنكبال ليتشت أطر كجورو ويتشتاش سبحان الله الله سبحانه وتعالى يلمن يلمن يكبل وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول نبي مونة تناقر وهين سيلو إن الدعاء دعاء ينفع مما نزل يورد بلا لمملس دعاء يتأكمل ومما لم ينزل يالو الردن مقنا كلا الله ميوسنون فعليكم عباد الله بالدعاء إن أنت الله بروج بدعاء تبرات إلى اللو رواه الترمذي وحسنه الألباني إذن بدعاء مبراتات متنكر على لبن أموال ودع الله الجوجهن أنسى يتم مدال الجهن أنسى يقول أحد المؤذن إلى أحد المسجد أنجار الله عند يمسجد مؤذن أزانا دراجي سل عند قربيتو عند تاريك تكسى إنه أصيب بشلل نصفي وقد انشل لسانه تماما فتعطل عن الكلام عند قربيتو يا عند مسجد مؤذن سونة شباهنا ملاسو ما برود داهون من ناقر الشالم كباده ممني تعممو وفي يوم من الأيام زرنا ذلك المريض بعد أن مضى أمضى مدة من الزمن يسو لبزوك زي ملاسو تقولاتفو من ناقر الشلبلو لبزو زمن كتك أمت أبو هلا عندي لزيرو لقربيت حق النتي لزيرو سيهد فإذا به يتكلم وينطق ويحرك لسانه بطلاقة ملاسو نفتاتو ينقرال بدن بسو تشيني اتشاوذال تقرمكونا فسألناه عن سلهوني توطيقنا فقال السمال سمال اسمنا على سموت ان انت بشت علي الله شو يقول انني اتجهت بأكف الى السماء انيكو بمدافي ودع الله تكتات تشنو يسمعين برانكو كتشنو ولم استطيع ان احرك لساني ولو بحرف دعا سارقياني ملاسين كمان كسار شنو مبر ولكن لسان قلبي ناجى رب وظرفت دموعي بقلبي الله ننقر كوت انباوتشي كنت علي فسسو على خدي وكنت وقتها أقول يعني انباي فسس ملاسين بيبلين بقلبي الله نيتمسطرك بيالكوت اللهم إن لساني تعطل عن ذكرك قيتاي ملاسي أنت كما استوس سرا فتا اللهم حرك لساني واجعلك ينطق بالذكر والشكر
አንተ ጌታዬ ምላሴ አንተን በማስታወስ በማመስገን የሚንቀሳቀስ አድርግልኝ። اللهم أعد إلي كلامي حتى أستطيع أن أسبحك وأستغفرك ጌታዬ አንደበቴን መልስልኝ አንተን ማርታ እንድጠይቅ አንተን እንድለምን አንተን እንዳወሳ እንድችል ባክፍታልኝ አልኩት። فقال ما هي إلا أيام ويأتيني الفرج من رب الأرض والسماء ثم تكلمت ونطق لساني كزام تنش كان مالكو يو الله سبحانه وتعالى ملاسين فتالين يو اندم التاني يتجاوت كنن يالا يا أرحم الراحمين قيتا تشيني اللبن نبشته الله نسالن نبي صلى الله عليه وسلم عند حديث لي من الالو إن لله ملكا موكلا يؤمن ويقول لا الله كو يوكلو يسكمت عند ملائكة لا عند باريا يا أرحم الراحمين فمن قالها ثلاثا صوستكزي يا أرحم الراحمين بلو صوستكزي الله أن إيهم بلو كتروا قال الملك له إيه ملائكة يتوكلوا من الوال إن أرحم الراحمين يا أزانيوش أزانيكو قد أقبل إليك فاسأل ودان تمتوال لم نويسد أحليلان ليسمعون زججنو لم نويل عليه ملائكة كما أخرجوا حاكم في المستدرك وصحها. الله سبحانه وتعالى يا زن يبشن أزن لن ما زنو يقبل يا من تراكمت عليك الدين حقيقة حاجات شمزنو قما شو إداو استزفقوال يا أنت إداي تجعج عن سو من أنت من أنت أنت في ظل النهار وهم الليل أنت كأنست ባለዳዎችን ያበደሩን ስታይ በፍርሃት በመዋረድ ውስጥ ነ በሌሊት ደግሞ የሰውዳ ተሸክመ ያ ጭንቀት ውስጥ ነ ሐላ ቀራተ ባብ السماء ያላህን በራት ታንኳኳም እንዴ አላህን አትለምንም እንዴ አኽረጀው አቡ ዳውድ ምን ሐዲስ አቢ ሰዒድ አልኹድሪ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ አነ ረሱል الله صلى الله عليه وسلم دخل الى المسجد ذات يوم ابو سعيد الخدري بسلاله في حديث لي نبياتنا صلى الله عليه وسلم عندي مسجد سيغبو كصلاه وقت وج فوجد رجلا من الانصار اسمه ابو امامه عند ابو امامه ميبال كانصار غوسا يهونن يمدينه نوارين سو مسجد است اغنيت فقال يا ابا امامه ما لي اراك في المسجد في غير وقت الصلاه انت ابو امامه منو كصلاه وقت وج مسجد است ايا هلوسا قال يا رسول الله يا الله ملكتني هموم لزمتني چنقت كبوني وديون اثقلتني دين ادا كبوني كونو يا الله ملكتني تچنوني مسجد جبچنو علاچو قال صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني منالوت افلا اعلمك كلمات اذا قلتها اذهب الله عنك همك وقضى الله عنك دينك دعاء لا استمرهم اندي ايهن دعاء يالكو غزي الله سبحانه وتعالى كان تليا لنشنكت يسوق لله ادحن ميكفل لهم دعاء لا استمر أهلوت قال بلا يا رسول الله اكون استمرون يا الله ملك تنيا قال قل بله بل اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك اللهوي كحرام نقر حلال ستحبك كن وبفضلك عن من سواك دقموم سقهان ستهين ليلو چندي چكتشكون يادرق قال قلت ذلك إيه النبي استمرون يندعاء الجنان سجع الله لمنك فأذهب الله عني همي وقضى الله ديني الله سبحانه وتعالى شقرين قفف اللي دين مكفل اللي سبحان الله فما لجأت إلى ربي بمعضلة إلا وجدت جانب اللطف منفتحا ولا تضيك أمر فاستجرت به إلا تفرج باب الضيق وانفتحا من منقر تبوي ودا علامات علامات جيتا على كنهم يئزنت بر تكفتو ياغنيوت بيون انجي انت ادا يالب تبدري سرچا ادغبله بادا وسط ياله من وي سماين بررسهو هلا قرات باب السماء يا من تبحثون عن الوظيفه ان انت سرا فلاغيوچ سرا متفلغوت ايها الشاب انت وطاتوي لماذا طرقت الابواب كلها ونسيت باب الله من كل بران كوكو بزمد بوغن بسو هده سرع لماغنيت تارك انت ساكال لهم منو يسمعين بررسهو اندي زمناتشن عندو التات اندي الدعاء مفتين دفتر اللتسين ناقر يقول
ما تركت دائرة علمت أن فيها مجالا للوظيفة إلا تقدمت لها وقدمت الواسطات والشفعات منم يسرى الدل على يتبال بتبوت عليه كله قرتش على كم هجا ملكتك بهون انجي ببزمد بوقل لمقبات يتقرك بهون انجي كنال تساك كالينيم يونيفرسيتي تمرق يسرات اتشالو يوما فنصحتني والدتي مذكرة لي بأن النافع والرازق هو الله عندي إناتي ينات مكر ديت اندمك تقم تملكتو إناتي استوسكي لجهوي رازاكم ميلق اسم رزقن ميتاكم الله بيتشانو أرود الله في تنازور ألتشين إناتي الشالكن إناتين مكر تقبلك يقول فدعوت الله في تلك الليلة دعوة صادقة لليت تنسونا الله اندو عدرك ونتنيا يهون انتريت الرهوت لما انكت الله فصليت صلاة الفجر في المسجد كزامت أتسانقا هجي سبحي صلاة سفري سوشقا سجدك كزام نيا مسجد قامي سجد عند تلك ماناجر علي تلك كامباني ماناجر إيسوا قنينينا سلام عليكم علي زيركوت انديتناو سرا قنيه بلو طيقين يالين انتجبات الله ناقركوت بلسكي زاري اني مسرا بيتنا لي السو مسرا بيت سي في ان يكارك لنفيتي ما ملك تشين يجي يتمرتو تيتين يجيهد كلت قال ما طيق هذا الرجلين ورقتين تملكته ودياو كان سرا عند جفر هذا الرجل يقول فعلمت علم اليقين رقت ان يعوك بان النافع والرازق هو الله ملقس ميتكم الله بتشانو ودي السو مزور ندال بيت ردو سبحان الله يا رب حمدا ليس غيرك يحمد يا من له كل الخلائق تسمد أبواب غيرك ربنا قد أوسدت ورأيت بابك واسعا لا يوسد قيتاتشين يهلن بر تزقاكتوال يانتن بر تملكتكوت كفتم ما يزقانو يهن بر منو بنانكوكو يا من أنتم خلف الزنزان انقدي هماتشن جنكتاتشن بتقام الجكبوزوناو قماشو سربيتو استيماك قال يا أنت سربيتو استيتا السركو يتالة أنت سربيتو است كالدنيا تنتلة بيت سب تنتلة تاصراني علهو منو يا الله هم براتان كوكو بسا ذكر صاحب الكتاب الفرج بعد الشدة والديك عند تلك عالم الفرج بعد الشدة والديك يا الله رداتا فرجا كجنكتنا كتبت بها لامي الكتاب لي عندن تاريك تكسو لكافلاتشو عند سو يمكا اقر نوارينو يسو والتادراو سلطانا يسلطنا برا جرسو يتملسن ودى بيتو كالجوتشو غا كنافك اتشو بالبيتو غا تغنى يتو ميجو تبتن ساعت بجنك اللاتو يستوز ودى بيتو يا كنال بيتوم درسا بيتن داميت ابكو عقنيو بعد وصوله بثلاث ساعتين بيتم كدرس كسو الساعة بحلا والابتسامة تعلو شفاء الأسرة بيتو بدستا يتراجع ويدائب الأطفال لجوتشو غاية يتجعوت يال فجأة وبدون مقدمات يالا من المستنقك دنقت جاء من يطرق الباب بشدة براف بحيل ميكوفك وفصمت عنكوكو فخرجت فإذا برجال الأمن يسألوني باسم كامل كزعم سوتا دهن النتوش ناتشو بوليسوتش ሙሉ ሰመን ጠየቁኝ እኔ እንደሆንኩ ነገርኳቸው ከዛም ያስደነግጠኝ ዜና ነገሩኝ قال ብሎ አለኝ انت قتلت فلان ابن فلان وانت مطلوب للعداله انت ገሌ ገሌ የሚባል እዚህ ቦታ ገላህል ለፍርድ ትፈልጋለህ አሉኝ يقول ايسو مالا اسودت الدنيا في وجهي الدنيا في تيلي جلمتش وفقدت اتزاني راسي مقطعطر اقاتين ولا مصدق مع اسماء مسما وري ما منال تشالكم وقلت لنفسي وربما كتشابه الاسماء وربما حصل بعض الخطا من البات يسم من مساسل قطماچو ليون يشلال انا هم تساسل ليون يشلال بي راسين ارغاغاو لهولو مسكي طارا بلو سر بيت وسط وسدوي بيت سبوچن نافقياچو كاغنيواچو 3 ساعتي نبر يلا وبعد ايام اخبروني ان انكاري لا فائده له كقنات بوحالا متو نغروي اني ما استبابل ترغم يلهم لان الشهود موجودون انت سلمغدل ميمسكرو مسكروش تغنتوال تبلكو يقول انني وربي لا اعرف القتيل ولا اعرف الشهود اني با الله يهنبي يموتون مسو بني ملي مسكروتن ايتشاجو انكو علاق مال بتشا يقول فجلست في سجن 15 عاما
من هم وغم أسرع مستامت ملو مستي لجو چن تنطلي بچنقت بمكرا سر بيت ستور ور ياسلفكوت يا الله. وبعد مرور هذه السنوات جاءت المفاجأة كزي 15 عامت بوحالا يفتا يمسلاچوا لا كباد نغر چراش متطبت. ففي صباح يوم الجمعة طلب مني رجال الأمن لأستعد للكتابة الوصية دهننتوش متونا جمعة طات لينو سبحان الله متونا بل تزقاج وصية عدرا متصفو نغر كالله صافالو منالو كزا بوحالا وأبلغوني أن هذا آخر يوم في حياتي وأن وقت التنفيذ للقصاص حان وقته. أني مقدل بيت يانسو بمقدلي أني مقدل بيت ساعة اللي درس نقروي زاري الدنيا هي مجرشات أنات هي مجرشات انفاش متنفس بات ساعة نات تزقات جالوي دنقتك فلقنوني الشهادة شهادة سبالوي. ثم اقتادوني الى ساحة القصاص ودم قدل بتبوتا والسدوين تسقلون امي قدلوا وكانت الجموع كبيرة بتقام بزو سبسم نبري علو بتقام زبت سبسبال وكان ذكر الله لا ينقطع عن لساني اگر قلنا الله ما استوسي ملاسي لي ملالس نبر والسدونا زابوتا لها قومين اينو چنت فرار قوة السرات شو اجنا قرين بسنسلت تفرون. وبدأ المسؤول في تلاوة البيان يا فردون بين عند سوكم ومعن ببجمرة يقول وفي هذه اللحظة ذكرت الله بزيتشاز كركسبتوس الله نستوس ودعوته الله نلمنكت وقلت ربي إنني مظلوم وأنت وعدت وأنت صادق في وعدك الله وي أني تبدي لو أنت ونتبلهل أنت دقمو قلبك به نجر ونتنيانا وأنت تسمع دعوة المظلوم أنت تبدل سوتش تريد سماله وأنا مظلوم أني تبدي بالوك بتنو بمالك ونجر ناصر مستعمل يتورور كوت وأنت علام الغيوب أنت تبدل كدم أنت تاكله أنت يروك أوك جيتان فوت أمري لك ونتين ودان تستجو لا إله إلا أنت كان توج بحق مجزو تاملك إلم لا شريك لك أنت ما قار إلهم. قال والله لم أكمل دعائي أثناء تلاوة البيان حتى سمعت صوتا عاليا وصراخا مرتفعا إن دعائنا قال جرسكم كباد دمس هزبو مهلان كباد دمس سمعوا وسمعت صوت رجل يقول أند وطاتي جوها المحلي لا تقتلوه أنا القاتل أتقدلوت أنيني قداوي إذا سوي لا تقتلوا من دمس تسمع. وتوقف البيان عن التكملة يا من نببو بيين كمن نبب أقوم دمس تراوطة قماش طولو قدلو تلال قماش أقوم إلال حزب من جاجات جمرة. وقفت في مكان مرتبط القدمين قروج جوجي تجفرو أينو جيتا سري محلي فزجكم يكرو. وانطق الله الشهود في اخر اللحظه ان زام بني لي قالوا على بيقولوا يتمسوا يمسكروا سوتين الله وشتاچو ديو اندي يغالطوا ادرجاچو راساچو اوقنوا سو الجدله مالو. وخرجت للدنيا مره اخرى كمولود جديد ود الدنيا كاسر مستامت بسوت چنقط بهالا اند اديس صال لجوطو سبحان الله الله سبحانه وتعالى يتجناك دعاء يقبل ولرب نازلة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله مخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج نقروا تفب جنك كسيل ما يكفت تصفى إلى اللو مسولين ببر نقرقني الله رداتها يا الله قزا بك على اللي سبحان الله تصرح الله ان دعاء درك يتسروا جنا الله الله انت مازن الله يفتح ان شاء الله. جاءت امراه الى بقي الاندلسي عند السيت بقي اندلس ريبالو تلك عالم زند متاج فقالت ان ابني قد اسرته الافرنج يني اللج طلع تاسربنيال ماركو وسدبنيال واني لا انام الليل من شوق اليه فليس لي صبر ولا قرار اني تقستي لي
رفت يلني بلجي جنك يتشنكو نو دعا درقو اللي لجينا الله اندي اسفت لني عليك. فقال انصرفي شوف دقاق سوچ اندي ميلو بيهجي حتى ننظر في ذلك ان شاء الله. الله قال سكينة قرونا لن ودى بيت الشجي وحطرق الشيخ وحرق شفتي يتلك يا الله باريا ملا ساتشون انكساكسو كان فروتشاتشون دعا درقوا اللهن يدعو الله لوديها بالخلاص الله اندي اسفت تهيسو دعا درقوا. فذهبت وما كان غير ايام حتى جاءت وابنها معه كانت مكوانا الهدم لجواني زاود زي الشيخ متاتش. فقال له كيف كان امرك فالتولك قوني هنيت عندي تنسكين قرن يعلم يسو من على نيابة سنسلة توتر انتاصر نقصون كمان ناقل قلسوش نبرنا. وبينما ذات يوم أمشي السقط القيد من رجلي عندي يهد كويال سنسلة قريلي تبتس ودك. فأقبل علي موكل بي فشتمني وقال أفككت القيد كزام يعني ميكوطة ترنوانا ومدعنا سدبي بتسكون دهن سنسلت. قلت لا اني ادلهم. قال من فك القيد من رجلك اذا ما نغري لي فتيت عليهم سنسلت. قلت لا ادري ولكن سقط ولم اشور اني ما لاك بتش تبتسو غري لي ودك. فجاء بالحداد فعاده مره اخرى وسمر مسمق عذبك واسرو بيا جامت انا سنسلت دي بيد ادرك كزام قوم عليه فقمت سقم فسقط القيد مره اخرى كزام سنسلت تبتسو ودك. قال فسألوني طيقني قالوا هل لك والدة إن تعلتش هندي به وتعلوي. قلت نعم أوالكواتشو. قالوا بلو على النسو اتركوه إن صوتوت وأطلقوه فتاتشو لككوت فإنها خلف هذا دعوة مستجابة اللهم يملسوا دعا كزي سو بستجربة الله فتاتشو لككوت. قالوا يقول فأطلقوني فتاتو لككوي. فسأله الشيخ شيخهم طيقوا عن ساعة التي سقط القيد من رجلي اقري لي تبتسي ودكو ماتشنا برسكي ساعة ناكانو نقرين. فإذا هي الساعة التي دعا فيها الشيخ شيخو دعاء درقوا بتسعة نبري سنسلة تبتسي ودكو تسرحل دعاء درق تجنكحل دعاء درق الله سبحانه وتعالى يسمحل أنت لشالكم لو أندم وشي دعاء سترق. نعم انقدي أردتني وكفل آداب الدعاء دعاء يراسي هنا سرقات هلو الله سبحانه وتعالى نمنا نقرو تلاكون قيتا سرقات آداب هلو السنة مارا لن أداب الدعاء. أولا دعاء سنكفت الله يكبل زند الافتاح الدعاء بالحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء سنجمر الله نامو أودسان يسيو على النسقاء أمسكنا اللي هوني قبال كزام بنبي لي صلاة ورد بس ساتيال تجمر دعاء بالرزقنا كما في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي من يلالو كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم هلم دعاء يتزقى يتكلكلنا بني لي صلاة سكي ورد رسل الله دعاء سنجمر اللهم صلى وسلم على نبينا محمد بلما كفتها اللبن ما قبيع وحينا إن شاء الله. الثانيا هو التنيا يدعى عدب الاعتراف بالذنب وانجلن يا ممكن يا الله نحق ما قدلهن لا الله تماسنا في جمر اللبه. الله سبحانه وتعالى نبي الله يونس اساوست سوسكني قيوتن يا الله انت لك نبي اود سوان الساتشو فنادى في الظلمات نبي الله يونس ونزو وست اسا نباري وطواتشو يونزو تشلما الله يا اساو هود تشلما لليت تشلما بسوس تشلما وستونو فنادى في الظلمات بسوستو تشلما وستونو الله انت تارو منالو لا إله إلا أنت كأنت وجب أونة مجزت أملاك لم سبحانك تراتي قبا إني كنت من الظالمين أني من بسوتشون كبدلو تنيال وانجلن يعني الله سبحانه وتعالى وديو الشبلواتشو أصون دي تفاتشو درقة إيشن دعاء إلى نبي أيزوشن لم يدعو بها رجل مسلم في شأن قد إلا استجاب الله له إيشن دعاء ظنوني على تن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بلو كدعوس جمر على الرقصو الله سبحانه وتعالى دعاء إلا استجاب له إشي على بيه ننجي إلى اللو أخرجه الترمذي وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي سزي وانجلن يانا بلن ودع الله مكره على اللبن. ثالثا سستن يوي دعاء عدب خفت الصوت والإصرار دمسات جنزك ما درك
በጣም ከመጮ በጣም ከማጥፋት ማከለኛ ማድረግ አለብን يقول الله تعالى اللهم قران لي من الهلال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم جيتاچون طروت تضرعا تنانساچو وخفيه دمساچو زق ادرگاچو انه لا يحب المعتدين سودن برالافيوچن ايودم دمسن زق ارگا اللهن لتوايو يگبال يا ربي يا مالكي اللهن دمساچي ماكلني ارگلن ماصن يگبال نبياچ صلى الله عليه وسلم اندي كصحابوش گا يهنا بوتا سفر سيوتو صحابوش دمساچون كف يا رگو اللهن متطرات جمرو نبي من اراچو ايها الناس ان انت سوچوي اربعوا على انفسكم ارى لنفسوچاچو زنولات يچوحاچو اتادكموات سوان اتاسچنقوات انكم لا اصما ولا غائبا ان انت قروق هونن ويم دنقورون جيت ادلم تطاروت انكم تدعون سميئا قريبا وهو معكم ان انت كوي تطاراچو يالاچوت قرب كان انت جا اداماچ هونن جيتا نو ارى لنفسوچاچو زنوار انت قص بلا الله ان تنشوك عشكو يجبان الله وسط يحلن يا قالا ونحن اقرب اليه من حبل الوريد كدم سراچو بلا يبلطنانيا لأن السوق ربوشنا يقول حسن البصري تلاك عالم تلاك تابع عيش عبيتي الدقوت حسن البصري من الالو ولقد كان المسلمون يشتهدون بالدعاء يساتشون زمن هزبوتي يوكسونو كان نانت بفيت ينبرو تصحابوك بدو علي يتتأن أكرو نبرو وما يسمع له صوت إلا كان همسا دمس سيجوها السمام شك شك تابعون انجي بينهم وبين ربهم بان السنة بأ الله مال شك شك تانهم متسمو قسب لون الله نمي ما سنوت قدعاتون يوستعاتون امي حجاوتوت اهين برمي السماء لعلو لمن نوال وذلك ان الله تعالى يقول من نوا الله قرآن لين دي سلالات شونو ادعوا ربكم تضرعا وخفيا كيتاتون تنانساتو سكبال دمس لمنوت سلالات شونو لعلو دمسن زق ارغا بمستر الله من مساطر بلاجد احسن البصري بليلا نغراچو لي من يلالو بين دعاء السر والعلانيه 70 ضعفا بمستر ميدرك دعانا تشو بميدرك دعاء محل يا 7 اطف علو يلالو استجابو الله زند قص بلا ما انت ما صنو انه سميع قريب مجيب اردتنيا يدعاء ادب رفع الايدي في الدعاء اجوتشن مانسات دعا لي يا رب مانسات مچال اللبن امستنيا كتچال الوضوء قبل الدعاء يمتيسر كتچال وضوء ما درك بتلي كباد حاجة سينور وضوء درك اجهن انسا ونجلن ينتكن تنازز دمسن زكا درك بسولوات دعا انكفت الله يملسهم سدستن الاستقبال والقبلة وده قبلة مقتات جتنا سباتنيا كدعاء دبوتشوس عدم التكلف السجع في الدعاء دعاء قتم اندي قتم الله لما تجنك عندان دون دي قتم التي تجنك يا صمد يا واحد الأحد اندي اندي قتم ما تجنك إلا به الله مفلقك أنت أونتان يقينه أنه أونتهن الله لما نو يسمع لزان علماوك بمتنا النس ملا استروتي لالو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أنت دعاء حفزكو ألا حفزكو لذي تلك بوتاي ستم بالتحفزو مأثور يهونو تي نبي دعاء بالتلت مراجن قال اللقنا الله بمتنا عن نسبة شعلم منه الله لي سماه زقجنو يقدر دعاء ما حفز قد أما قد أمو أتأسف اللقهم عند بدأ أمي قرمين تاريك لنقراتشو جاء في بعض الآثار أن رجلا صلى على جنازة مع المصلين في المسجد عندي عند دقسو مسجد است عند موت سو جنازة لي صلاة سجدة يقول وقفت في الصف الأول كما جمر وصف لي أبريك أمك جنازة في تلفتينه لا أدري ماذا أقول في الدعاء للميت لم تصم مبالا دعاء على حفظ كنت من البريلا يسو من إلال قال فلما كبرنا تكبيرة الأولى يما جمر أن تكبير الله أكبر سن قرأت الفاتحة فاتحا كروا وفي الثانية هل التنيو لي صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبي لي صلاته وردك وفي الثالثة سستنيا تكبير عند درقنا وقفت متحيرا لا أدري ما أقول أما لو نقرت أفطبين واليك أم كلال فنظرت تلقاء وجهي ود جنازة في تلفت ملكته
يسو لجنازة ميبالون دعاء على حفظهم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه على حفظهم بيش من يبال ودافت لفت سملكت يقول فرأيت الجنازة ممددة على النعس جنازة ألقه ليتني تتملكت كت قال قلت بيا الكلال يا ربي لو أن هذا الميت ضيفي لأكرمته وهو اليوم ضيفك وأنت أكرم الأكرمين قيتي إيه موت أهن إيه سوي إيه جنازة ينين قداهن بيه النرو بتنكواكب كتنا بالاك كتنا برا أهن دمو يا أنت انقدانو وأنت أكرم الأكرمين أنت دمو يشارو تشارنا أباك بملكم تقبلوا له شوف دعا الله أكبر قيل فروي الميت في المنام بعد الزمان كزمنات بهلايه موتان سو بهالمتايينا يايايو سو بهالمطيقو وقيل له ماذا صنع الله بك الله من فالسمع أنت لي من الساني والسنة بهلو قال إن الله غفرني ورحمني وأدخلني الجنة بدعاء فلان ابن فلان اللهم مارين أزن اللين ونجلي مارين جنة ما سقبان بزا سو دعاء سبحان الله يسو كنبي يمتون تكلن يجنازة دعاء كوان على حفظه الله قن يقينون يؤون تنينة تملكته بس سبب الله مارين فجاءوا إليه وسألوه متنا تقرموا تأيكوت يا الله هزب تسبسوا ودو عرقوا انديت من بلانو بان تسبب الله مارو اسكي نقر نالوت قال والله ما قلت والله يا الكوت نقر اللم إلا أنه لو كان ضيفي يا رب لأكرمته كيتاي انقداي به النور هيسا بهوتي يعلم بتنكباكب كوت نبر بالاك كوت نبر وهو اليوم ضيفك وأنت أكرم الأكرمين ساري دمو يا أنت انقدانو أنت يشرت شرت أنكباك وبيال بزي مروتي وانا لا دعاء لي تكلف السجع قلت من دي قلت ملن مد كميل لبي دعاون يقين ياسر السنة لباتشن تحضير كما درك أن زنك قال يقد كنبي يمتعون آثار دعاء ما حفز مالته تبرجنا تقدامي منه قال هنا قل الله بمتفلق وقوان قوان ناقره بعربنيا بانجليزنيا الله هنا للملكة أونتنيا دعاء إن شاء الله